وترابزون. ترابزون احتفاء 1/7 جيل. باهي احكي لنا انت ليش في الحاله هذه؟ هذا اللي شربت مو حطاس الشاهد. كيف شربت حطاس الشاهد؟ قلت شهر رشيد قال لي قلت له في محلات مفتوحات قال لي ما فيش. قلت له نبي قهوه شو قال لي هو في شاي تشرب. قال لي مسكرات محلات. شربت من طاس الشاهد. وبعد بدتك ما تجي؟ بعد بدتك ما عادش تدري عن نفسك يعني؟ رجع لروحي ايش الدين؟ ما عادش تدري عن نفسك الدين ولا؟ شفت نفسي ولا عالم انك انت تو مش موجود بوق؟ لأن الشباب باكر من نفوسكم يعطوا فينا في الحبوب اللي ماشي شارع رشيد وهذه مشيت ندور في قهوة قال لي محل مسكر ويجي واحد قال لي هاك طاس الشاي اشرب وتباكر معهم هذول يخلوا فينا في رواحنا خلوا فينا ندمر بلادنا خلوا فينا خشوا في بعضنا وتباكر باكم يا شباب ليبيين باكم يا شباب ليبيين باكم ارواحكم حد بدركم حاجه ما تاخذوهاش ودافعوا عن وطنكم دافعوا عن وطنكم تخلوش رجعين يخشولها هذا ما كلاب زندقة ما عندهمش عصر يشربوا فيه غدو بعد غدو يهدوا على بلاويتنا ربعكم الفاتحة بلد